كما اعتدنا العلاقات هي نفسها والأمور تبقى بالمحبة والود ما بين الشعبين وما بين كل العرب. ننتظر الآن بعد النزول إلى أرضية الملعب ليردد المغربي منبت الأحرار مشرق الأنوار. رفع عمرو السولية والنني وفي المقدمة صلاح ومرموش ومصطفى محمد طلق من الجهة اليمنى يبحث المرور يتوغل يتقدمه. الإشارة إلى وجود ركلة ركنية والمطالبة بوجود حصول على ركلة جزاء. ركلة جزاء نعم ركلة جزاء تأتي في الديد من خلال ركلة الجزاء سفيان. سفيان هو بوفال هو من بدأ البطولة بهدف في مرمى المنتخب الغاني يسجل الآن من علامة الجزاء في مرمى الفراعنة ويتقدم مصري. لكن القائد السايس يلعب الكرة والمحاولة على مشاري في المنطقة عادت مرة أخرى. حلوة الكرة المغربية والتسديدة بعد ذلك اصطدمت وتحولت إلى مرموش. ملعوبة بعد ذلك عن طريق محمد صلاح ملعوبة في الجهة اليسرى لكن أيضا طال التحيل عن إيكامبي لاعب المنتخب الكاميروني وثلاثة أنظار مع نادي إشبيلية ليصبح واحد من أبرز حراس المرمى منتخب المغرب في مباراة اليوم. يوسف نصيري حارس محمد عبد المنعم ومع عمر كمال يقدمون أسماء حاضرة في تسجيل المصري هدف التعديل. كرة بمحاولة محاولة ملعوبة لا 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 مصطفى محمد أمام الأفيال كرة بمحاولة تعود إلى تسديده. ياسين بونو في المكان المناسب يتصدى لمحاولة خطيرة جدا للمنتخب المصري كانت ياسين بونو كرة بمحاولة ملعوبة تسديدة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنوش ل 22 سنة للاعب شتوتغارت كرة بمحاولة مستمرة وقائمة وبعد ذلك المحاولة يتركها ياسين. المنتخب المصري ب 61% أو 60 ثقة الجزاء مرت من أمام الجميع لا زالت مستمرة وتسديدة ملعوبة. مرة لو وصلت مصر راح تكون الرقم 16 وبالتالي تنفرد بالرقم القياسي. قدامي أشرف حكيمي محاولة تقدم لها سقوط صافرة موجودة وخطأ. صافرة موجودة وخطأ. صافرة موجودة لم يسجل من خلالها المنتخب. يبحث عن التنفيذ حكيمي يلعب الكرة خطيرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب. هي كرة أشرف حكيمي بجت من أمام إلى خارج أرضية الملعب. تعود المحاولة من جديد بكرة عرضية لكن في أحضان حارس المرمى من جديد إلى محمد صلاح لا زالت مستمرة. مرموش عرضية المرور عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أيضا في أقدامه مرموش يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء لكن ياسين بونو ياسين بونو بأن المنتخب المصري قادر على العودة خلال أحداث ربي محاولة داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب عادت من جديد لكن أيضا التصدي إذا ما تمت المحافظة عليه للوصول إلى الدور. القفعية موجودة والمحاولة مستمرة والكرة فيها توغل إلى داخل منطقة الجزاء وبعد ذلك صافرة ماجاتي أعلنت نهاية أحداث شوط المباراة الأول في تقدم المنتهى لدخول محمود علاء أو استمرارية حجازي انطلاقا من الجهة. حجازي ينطلق أحمد يبحث عن مساندة وبعدت الكرة من أمام حجازي. سقط حجازي في أرضية الميدان سقط حجازي في أرضية الميدان إلى يوسف نصيري لكن بعد ذلك محمد الآن على مستوى أحداث هذا اللقاء. حجات ما بين أقدام صلاح يدخل إلى منطقة الجزاء كرة ملعوبة لا 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 تريزيجيه تريزيجيه بالقدم اليمنى يسدد وكرة تمرس. يلعب الكرة بالكعب لا زالت مستمرة وقائمة عرضية خطيرة. جاباسكي أمام عبد المنعم وأيمن أشرف والحديث عن نور الدين نابت. نور الدين تقترب من المرمى عرضية ملعوبة خطيرة داخل منطقة الجزاء لا 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 عودة الفراعنة ومن الباب الكبير يطرقون أبواب بونو ويفتحون الباب ويسجلون التعديل بأقدام
الصلاة قادرا في المرمى، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى محمد صلاح يلعبها في الجهة اليمنى وبعيدة في منطقة الجزاء، محاولة للمرمى عن طريق اللاعب أحمد فتوح، رمي التماس في هذا اللقاء ومنتخب يتأهل، صلاح عرضية تريزيجيه، وتريزيجيه يسجل، يضع الكرة في المرمى.